السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات ام عبد الرحمن. ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير يا ربي. كما جرت العاده كل يوم وصفه جديده ان شاء الله، خطره مملحات، خطره اطباق، وخطره تحليات. اليوم عندنا طبق نقولوا عليه طبق غني، درتو بالصدر تاع الدجاج، غولي تاع السلق، يجي ما شاء الله. مع رافقت انا هنا بصلصه تاع الزيتون بلي شامبينيون، يجي ما شاء الله. ومع الشربات، شربات راهي الوصفه على قناتي. يلا بينا نروحو نشوفو المقادير وطريقه التحضير. يلا بينا. واش راح نحتاجو في وصفتنا تاع اليوم؟ عندنا السلق، وعندي هنا نص درت تاع دجاج صغير رحيتو. نروح قبل ندير السلق نتاعي في مقلاة، ندير عليه شويه نتاع الزبده وندير السلق ونربي عليها التسنينه تاع الثوم. وهنا ما ندير له نيمه ني والو، نغطيه ونخليه يدبل، وندير عليه غير شويه تاع فلفل كحل والملح، ندير شويه يعني قرصه قليل على خاطرش نديرو فيه الزيتون فيه لي شامبينيون، يعني راح يكون الملح كاين يعني يتوازن الوصفه تاعنا. ندير عليه شويه تاع فلفل الكحل، نغطي عليه. هنا صدر تاع الدجاج اللي قلت لكم رحيتو، ندير عليه بياض البيض باش يشد لي الخليط تاعي، ندير عليه مغرف تاع كركم، نزيد عليه شويه تاع الملح. حبيبه بصل صغيره قطعتها، ونزيد عليه شويه تاع فلفل الكحل. وحنا السلق تاعي كيما نقولوا كامل الدبال، هذا الدبال هنا درت بابي فيلم، ومن تحت زدت ورق الألمنيوم. وحنا السلق نتاعي بعد ما كامل الدبال نجي نديرو من فوق، ونسيي نحيلو كامل هذاك الماء باسكو هو السلق يطلق الماء. احنا نديرو فورماج اللي تحبو، مام تحبو ديرو رابي ديرو رابي. دوك نجي نروليه، بسم الله. نغرقوه مليح، نعاود ندور عليه بالبابي ألومنيوم. والفتحة خليها من فوق، نجيب البلا ونخليه ندير فيه الماء، نخليه يطيب على البخار، وغير يطيب حوالي نصف ساعة نفتح عليه ونحمره. نروح ندخله للفرن ونجي نحضر لاصوص تاعنا تاع الزيتون
بلي شامبينيون. هنا لاصوص تاعي تاع تاع لي شامبينيون بالزيتون، درت هنا شويه تاع زبده شويه تاع زيت، نضيف عليهم حبيبه بصل صغيره مقطعه، نضيف عليهم الشامبينيون تاعو على بعد ما غسلتهم مليح، نضيف عليهم شويه تاع فلفل كحل، ندير شويه الملح ما نكترش بزاف، الدجاج تاعنا والسلق فيهم الملح ولي شامبينيون تاعنا يكونوا مالحين، نخليهم يتقلاو مليح ونضيف لهم الزيتون. وانا قبل ما ندير لاكريم كريم فريش تاعي نديرها شويه ما نحب تكون عندي صوص شويه خفيفه، نضيف عليهم الزيتون. هنا الزيتون غليته زوج خطرات، وهنا نزيد عليهم كميه تاع الماء ونخليهم يطيبوا شويه ونجي نضيفوه لهم مع بعض لا كريم فريش. هنا لاصوص تاعي بعد ما تجمرت لا بلا نضيف عليها قلنا كريمه سائله، انا ما كترلهاش بزاف، انا حابه نقولوا لاصوص تاعنا تقعد لي خفيفه، هنا غير باش نعقدها شويه. وروح نشوف الغولي تاعي الى طاب نحمره ونعاود نقوله ان شاء الله في طبق التقديم، ما تروحوش بعيد. هذاك الغولي تاعي من بعد ما طاب وقطعته نجيب هذيك لاصوص اللي كنا حضرناها مع بعض، نحب نديرهم بالفوق ولا نحب نديرو هنا في الجوانب، انا نفضل اني نديرو هنا في الجوانب. هاوليك الطبق نتاعنا بعد ما وجد في الاخير، نغدر شويه تاع معدنوس، ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.